أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام، على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، وفيه إن شاء الله حصيلة كبيرة من الأخبار المهمة لهذا اليوم، أخبار في الشأن الاقتصادي بإذن الله تعالى. سيصحبنا في هذه الجولة السيد محمد السقا، صحفي بجريدة الوسائل القطرية. صباح الخير. صباح الخير محمد. وكما ذكرنا إذن مشاهدي الكرام، أخبار كثيرة شهدناها خلال الأيام الماضية، و أيضا في ختام هذا الأسبوع لدينا العديد من الأنباء الخاصة بالبورصة القطرية. نبدأ بأهم أنبائنا إذن، حيث ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة دكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أدلى بما يلي. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول موضوع القانون. ثانيا، الموافقة على مشروع قانون بمعالجة وتدوير النفايات. ثالثا، الموافقة على أولا مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إعادة تدوير الإطارات المستعملة ومعالجتها. ثانيا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تدوير ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية. ثالثا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإعادة تدوير عبوات المواد السائلة. رابعا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بنظام معالجة وتدوير النفايات الطبيعية. خامسا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. سادسا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تخزين ونقل النفايات الصلبة. سابعا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن منظومة الرصد البيئي لجودة مياه البيئة البحرية. ثامنا، مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط نقل ومعالجة وتدوير البطاريات المستهلكة أو التالفة. رابعا، الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للضرائب وتحديد اختصاصاتها. خامسا، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي. ثانيا، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. سادسا، الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري. ثانيا، تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا. ثالثا، تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة. رابعا، السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية. خامسا، السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. سادسا، منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. وسيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل توضح من خلاله التفاصيل الخاصة بهذا الشأن. إذن محمد، ربما هذا الخبر المنتظر والذي وافق عليه إذن مجلس صحيح. الوزراء، قانون تملك العقارات لغير القطريين، قانون واضح يحتاج أيضا إلى شرح مفصل بالنسبة لتحديد المناطق. إن شاء الله حسب الخبر أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي ستحدد بناء عليه التفاصيل، ولكن في جملة المواد والقانون واضح جدا بمنح الإقامة، بتحديد مناطق 10 مناطق للتملك الحر و16 أيضا منطقة أخرى. أولا، إلى أي مدى فعلا متعطش السوق العقاري إلى مثل هذا القانون؟ وأضف إليه أنه كيف سيفتح المجال لتعزيز السيولة في السوق العقاري صحيح. وإنعاشه؟ أعتقد هذا هو النقطة الرئيسية. يعني مع إصدار القانون في عام 2018، مرسوم الأميري رقم 16/2018 اللي كان في أكتوبر، نهاية أكتوبر الماضي، كان التساؤل الرئيسي عن الخطوات التنفيذية المقبلة المتعلقة بقانون تملك غير القطريين للعقارات. اللي قال لو نظرنا لتداولات العقارات خلال العام الماضي يمكن كان قيمتها حوالي 24.3 مليار ريال. جزء آخر لو نظرنا خلال الشهرين الماضيين يناير أو فبراير كان مجموع تداولاتهم حوالي 3.6 مليار ريال. معنى ذلك أنه أولا لديك بالفعل تداولات جيدة على مستوى السوق، والأمر المهم هو الآن تنوع المعروض ووفرته
بشكل رئيسي داخل السوق. عندما تحدثنا أمس يمكن بعد صدور القرار يمكن تواصلنا مع عدد من الخبراء العقاريين والمسلمين العقاريين كان لديهم أكثر من نقطة إيجابية. أولاً أنه بالفعل لديك شريحة مهمة جداً من المقيمين داخل الدولة ممن سيعملون الآن بدلاً من أن يقوموا بضخ استثماراتهم في العقارات في الخارج مثل مثلاً تركيا أو جورجيا أو بعض الأسواق الخارجية للتوجه إلى الآن سيولة قوية عبر المقيمين في الدولة أو حتى المواطنين، الآن أصبح بإمكانهم التواجد داخل الدولة التي يعملون بها عبر استثمار عقاري آمن. وبعضهم يمكن أمس تحدث بمصطلح وقال قد يصبح ساعتها العقار هو كفيل هذا المقيم، وبالتأكيد هذا أمر إيجابي ينعكس حتى على تواجد واستقرار نفسه المقيم في الدولة. الجزء الآخر المهم هو عملية السيولة نفسها. لديك بالفعل سيولة قوية جدا وملاءة مالية مرتفعة في الدولة داخل القطاع البنكي. أصبح الآن هناك أمر مهم إيجابي متوقع، هو ما هي التسهيلات والتمويلات العقارية المتوقعة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، لأنه سيكون لديك شريحتين. الشريحة الأولى هم المقيمين داخل الدولة مما سيكون قادر من خلال حسابه البنكي من تمويل عقار أو شراءه. الجزء الآخر هو أنه سيكون لديك إقبال حتى من رؤوس أموال أجنبية غير مقيمة داخل الدولة بحثاً عن الاستثمار في القطاع العقاري القطري، وقتها سنجد يمكن آليات جديدة على صعيد فتح الحسابات على صعيد التمويلات العقارية وغيرها مما سيسهم في تدفق استثمارات مهمة. الآن السوق يترقب العديد من الإجراءات، أولاً التنفيذية والتشريعية. ما هي الإجراءات التنفيذية؟ أولاً خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله نتحدث عن أنه خلال المؤتمر الصحفي سيكون هناك تحديد ما هي العشرة مناطق للتوضيح، عشرة مناطق للتملك الحر، تملك حر تام، سواء أنه سيكون عبر الفيلا السكنية أو الوحدات السكنية أو عن طريق حتى المجمعات التجارية كما أوضح القرار. الجزء المهم انه الان كان لدينا سابقا 18 منطقه للانتفاع، اصبحت الان 16، فقد يكون وهذا توقع قد يكون هناك منطقتين مثلا من مناطق حق الانتفاع تم تحويلهما الى مناطق للتملك الحر. نتحدث عن 18، الان القرار يتحدث عن 16. جزء اخر مهم وهو عمليه التقسيم نفسه، تحدث الان عن الفلل السكنيه داخل المجمعات السكنيه. المجمعات السكنية عادة الخاصة بالفلل هي ليست مقسمة كل واحدة لها، وهنا تحدث عن المشاع أو الخدمة العامة الارتدادات نفسها الخاصة بهذه الوحدات. الآن سيكون هناك تعديل تشريعي متعلق بعملية تقسيم هذه الفلل حيث يكون لديك ارتداد أو ما تسمى المناطق المنفعة العامة سواء الشوارع أو الخدمات أو غيرها داخل هذه المجمعات السكنية، فننتظر ذلك. الأمر الأخير يمكن كنت تحدث فيه بعض الخبراء أمس أنه بانتظار تحديد ما هي الجهات القانونية أو المسؤولة اللي ستكون هي المسؤولة عن إصدار عمليات إصدار سندات البيع والصكوك الخاصة بسندات الملكية نفسها. فبالتأكيد الآن بالفعل هذا القرار مهم وسيصحبه بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة العديد من القرارات التنفيذية والقرارات التشريعية نفسها. وأعتقد أنه الأهم الآن أنه إذا ما نظرت إلى القطاع السكني سيكون هناك تأثير إيجابي كبير عليه، سيولة قوية بكل تأكيد وسيكون لها دفع قوي على مستوى تداولات. يعني نتوقع أن كنا نتحدث عن 24 مليار ريال تداولات خلال العام الماضي، نتحدث الآن هذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة مع مزيد من تفعيل هذا القانون. الجزء الآخر المهم وأعتقد يمكن من أبرز النقاط الإيجابية في قرار مجلس الوزراء أمس أمر تملك الوحدات التجارية داخل المجمعات التجارية. يمكن كان البعض عندما يقوم بإنشاء مشروع تجاري داخل الدولة إذا ما تعثر المشروع يكون هناك الخسارة الآن أنه خلاص يعني مثلا سيتم تصفية هذا المشروع ولا يوجد لديه إلا مجرد عملية بيع المواد أو الماكينات الخاصة بالمشروع نفسه أو المواد التي يقوم بيعها أيا كان نوعها. لكن الآن من يقوم بالاستثمار العقاري عبر شراء الوحدة التجارية لديه الآن رأس مال قوي وثابت وسعره بيرتفع عبر سعر هذه الوحدة التجارية، فهذا معناه مزيد من الأمان والتنوع والاستدامة نفسها على مستوى القطاعات التجارية في المحلات التجارية نفسها. فأعتقد الآن إذا ما نظرنا بشكل عام للقانون هناك نقلة نوعية كما يمكن تحدث الخبراء أمس، نقلة نوعية مرتقبة على مستوى هذا القانون. طيب تفتتح في هذه اللحظات مشاهدي الكرام البورصة القطرية في ختام جلسات الأسبوع اليوم الخميس. نبدأ معكم باستعراض المؤشر العام الذي يسجل في هذه اللحظات 9761 نقطة. الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع في هذه اللحظات مجموعة المستثمرين بحوالي 4% 25 ريال، قطر وعمان 5 ريالات و60 درهم، صناعات قطر عند 119 ريال والمتحدة للتنمية 13 ريال. أما الشركات الأكثر من ناحية
الانخفاض العام للتأمين 37 ريال، أزدان 11 ريال، المصرف الإسلامي 142، ومسعيد عند 17 ريال 73 درهم. سنعود إليها بتفصيل أكثر للبورصة القطرية، هذه الشركات النشطة، ولكن لنا عودة بعد قليل. إذن ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة للعام 2019. ناقش المجلس عددا من الأمور التنظيمية والتسويقية، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمرحلة الانتقالية للمجلس الوطني للسياحة، بما يسهم في تطوير التجربة السياحية والاهتمام بالتحول الرقمي وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لموظفي المجلس الوطني للسياحة وتعزيز قدرات القطاع السياحي بشكل عام. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء إدارة متخصصة باسم فعاليات قطر، والتي ستكون مسؤولة عن الخطة السنوية للدولة لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات السياحية الأخرى ذات العلاقة داخل الدولة. كما تمت مناقشة آخر مستجدات الحملة الترويجية العالمية قطر أصالة التجربة، بالإضافة إلى خطط فتح الأسواق السياحية الجديدة وتنويع المنتجات السياحية بما يتناسب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ونمو سياحة الرحلات البحرية. كما تم استعراض آخر ما تحقق على مستوى المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2018-2023. محمد، يعني إشراف مباشر من مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكون هي يعني مساهمة القطاع السياحي كبيرة جدا. صحيح. وفي تنامي مستمر، لكن اليوم تتغير المعطيات، تتغير الصورة بعد إنشاء المجلس الوطني للسياحة ومتابعة حتى سير عمل هذا المجلس. صحيح. الآن نتحدث عن أنه معالي رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس، نتحدث عن توجه الشخصية مثل السيد أكبر البكر كأمين عام للمجلس. الآن كبار قيادات القطاعات السياحية وقطاعات المصاحبة لها التواجد داخل هذا المجلس، والأمر المهم الآن هو أنه أصبحنا نجد خطوات على أرض الواقع سيكون لها إسهام نتمنى إن شاء الله خلال المستقبل القريب. يمكن يعني أود أن يعني أقف هنا عند نقطة إنشاء قسم أو إدارة فعاليات قطر نفسها. هذه الإدارة لها جزء مهم جدا، أولا عملية تنظيم نفسه إقامة الفعاليات، يمكن هي ستحد بشكل كبير من أي عشوائية قد نجدها على مستوى أي فعالية. الأمر المهم أنك تقوم بوضع الأحداث الكبرى والمؤتمرات التي تقام في الدولة وفق الأجندة الدولية نفسها، لأنه إذا مثلا لديك قطاع معرض عقاري مثلا كبير تبحث عن إقامته داخل الدولة، فلا يعقل أبدا أنك تقوم بتنظيم ويكون مصاحب مثلا لمعرض عقاري آخر كبير في حول العالم. فبالتأكيد الآن سيكون هناك توجه أكثر قوة رزانة تنظيما على مستوى القطاع السياحي. الأمر المهم الآن أنه القطاع السياحي أصبح يقدم منتجات جديدة، أصبح لدينا الآن عملية الضيافة بشكل كامل، أصبحنا عندما نلتقي حتى مع العاملين أو المستثمرين في القطاع السياحي يؤكدون أن التوجه الآن هو تقديم منتج قطري يتمتع بالأصالة والثقافة القطرية وفي نفس الوقت قادر على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة. وكما يعني رأينا خلال اجتماع أمس هناك الخطة الممتدة من 2018 حتى 2023، أعتقد جماعة تركز على هذه النقطة الأساسية وتقديم منتج سياحي قطري يتمتع بالأصالة ويتماشى مع الثقافة القطرية نفسها في البلد. نعم. واحد من الأخبار المهمة أيضا مشاهدي الكرام على صعيد البورصة القطرية، السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة قال إنه من المتوقع أن يتم الدمج القانوني لبنك بروة مع بنك قطر الدولي في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي. يليه الاندماج التشغيلي والذي من المتوقع أن يكون في نهاية العام الجاري، معيدا إلى الأذهان أن إجراءات الدمج جاءت عقب قيام البنك بعقد اجتماع جمعية غير عادية في نهاية العام الماضي 2018، وتم فيها الموافقة من المساهمين على موضوع الدمج مع بنك قطر الدولي. وأكد السبيعي في تصريحاته بشأن آخر التطورات الخاصة بالاندماج على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك أنه سيكون هناك استراتيجية جديدة محدثة للبنك باعتباره سيضاعف حجم أصوله ليصل إلى تقريبا 80 مليار ريال، وسيكون هناك استراتيجية للكيان المشترك الجديد الذي سينشأ عقب الاندماج القانوني تحت مسمى بنك بروة. وأيضا قال بأنه الاندماج سيضاعف عدد فروع البنك، ومن ناحية دراسة افتتاح الفروع الجديدة فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في الوقت المناسب، لكن بالنسبة للعملاء الحاليين للبنكين سيتضاعف عدد الفروع. بالنسبة لأداء البنك في 2018 ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه رغم التحديات في السوق حققت مجموعة بنك
بروة أداء قياسيا من ناحية الأداء المالي، بلغت 765 مليون ريال، هذا رقم قياسي للمجموعة وهو الأعلى في أيضا تاريخها، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة ريال ونصف ريال، وهذه أيضا القيمة الأعلى في تاريخ توزيعات الأرباح في بنك بروة. أشار أيضا إلى قيام مجموعة بنك بروة بالتركيز على الاقتصاد المحلي نظرا لإيمانها بمستقبله الواعد، وأنه تركيز المجموعة سيكون كذلك على تلبية متطلبات العملاء سواء على المستوى الحكومي أو الشركات أو القطاع الخاص أو الأفراد. أما بالنسبة للخدمات التي من الممكن أن يطرحها البنك في 2019، قال سيد خالد السبيعي بأنه دائما ما يكون لدى بنك بروة منتجات جديدة، كان آخرها تطبيق الهاتف الجوال إلى آخره حول هذا الاندماج. إذن حسم الأمر، اليوم نتحدث عن خلاص تحديد موعد الاندماج والاندماج التنفيذي متى سيكون في نهاية العام 2019. إلى أي مدى هذا الأمر، هذا الاندماج الذي يعني بدأت خطته أو بدأ بالإعلان عنه منذ أكثر من حوالي عامين، صحيح، نتحدث حسم الأمر اليوم بموافق مصرف قطر المركزي. اليوم لدينا أيضا يعني مصلحة كبيرة بالنسبة للعملاء، مضاعفة رأس مال البنك إلى 80 مليار ريال قطري، وبالتالي سيصبح واحد من البنوك العملاقة في دولة قطر، بنك عملاق. والأمر المهم الآن أصبح لديه ملاءة مالية مرتفعة بشكل كبير، أصول ضخمة قادرة على حتى مواجهة أي تقلبات خلال الفترة المقبلة. والأمر المهم يمكن عندما ننظر إلى طبيعة تنامي الأرباح، يمكن البنك الآن بنك بروة أو بنك اي بي كيو لديهم تنامي قوي على مستوى الربحية. عندما يتم دمج هؤلاء البنك يعني خلينا نتكلم بشكل رئيسي، عندما يكون لديك تنامي في هذا البنك والبنك الآخر، بكل تأكيد معناه أنه مع تخفيض العمليات التشغيلية نفسها والمصروفات المتعلقة بالتشغيل، معناها أنه هناك نمو آخر إضافي متوقع مع عملية الاندماج. عندما نتحدث عن إبريل المقبل، معناها أنه لديك فعل تسارع على مستوى التنفيذي، والمهم الآن هو المستقبل الخاص بالعلامة التجارية الخاصة بهم، المستقبل الخاص نفسه بكيف سيكون عدد الفروع. أعتقد أنها أمور إيجابية مهمة جدا، ولو نظرنا على مستوى الدولة عمليات الدمج نفسها بكل تأكيد حتى على مستوى العالم بكل تأكيد عادة ما تؤتي أكلها على الصعيد، أولا تخفيض النفقات، والأمر المهم استدامة المؤسسة وربحيتها. شكرا على هذه الإفادة. وافقت مشاهدي الكرام الجمعية العمومية العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو على اقتراح مجلس الإدارة بتأجيل توزيعات الأرباح المرحلية للمساهمين عن نتائج أعمال الشركة للنصف الثاني من العام 2018 إلى أبريل المقبل. 28 يوماً فقط هي مدة السنة المالية الأولى لشركة قامكو التي تأسست في 3 ديسمبر الماضي، مدة رأى مجلس الإدارة بأنها غير كافية لإعطاء صورة واضحة للمساهمين عن أداء الشركة، وبناء عليه قدم توصيته بعدم الإفصاح عن بيانات الشركة المالية للعام الماضي، وهي توصية صادقت عليها الجمعية العامة العادية للشركة. من المناقشات اللي جرت في اجتماع الجمعية ما يخص بتوزيع الأرباح عن النصف الثاني لسنة 2018، ووافقت الجمعية على أن يتم البت في هذا الموضوع كجزء من إعلان النتائج للربع الأول لسنة 2019، وفي حينها سيقرر مجلس الإدارة مستويات التوزيع، وسيكون إن شاء الله سيعلن عنه في شهر 4. وبناء على ذلك فسيتم اقتراح الأرباح بالتزامن مع إعداد النتائج المالية للشركة عن الربع الأول من عام 2019، أما اجتماع الجمعية العامة غير العادية فقد تم خلاله إقرار عدد من التوصيات، أبرزها تعديل السنة المالية الأولى للشركة لتصبح مدتها 13 شهرا، أي من تاريخ تأسيس الشركة ولغاية نهاية العام الجاري. كما تم أيضا تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية والمتعلق بتعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركة لتصبح ريالا واحدا. يعني لم يتغير شيء محمد فيما جاء في الجمعية العمومية عما أعلن عند
تأسيس الشركة بأنه النتائج ستعلن في شهر أبريل صحيح القادم. يمكن كان الجمعية أمس عملية إجرائية بعض الشيء، ويمكن لما زيد من التوضيح للمساهمين، يمكن الجمعية أمس أقرت أنه يتم ترحيل الأرباح التي كانت أعلنت عنها الشركة عند تأسيسها وإدراجها في البورصة. أعلنت أنه سيتم توزيع أرباح عن 6 أشهر تبتدي من نهاية يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2018، ولكن الشركة ارتأت أنه بدلا من أن تعلن عن نتائجها المالية أن تؤجل الإفصاح عن نتائج النصف الأول إلى الربع الأول من 2019، ويكون هناك توزيع لأرباح مرحلية. معنى ذلك أنه سيكون لدينا إعلان خلال إبريل المقبل أولا عن أمرين: ما هي نتائج الشركة خلال الربع الأول 2019، وما هي النتائج المالية للعام 2018، والأمر المهم ما هو التوزيع الخاص بأرباح النصف الثاني من 2018، ثم يكون للشركة توزيع آخر مع الشركات خلال العام المقبل. معنى ذلك أنه خلال نحو 8 إلى 9 أشهر سيكون هناك توزيعين نقديين لشركة قامكو. الآن وبكل تأكيد لمزيد من التوضيح أنه هذا السؤال يمكن نسأل عنه جميعا فيما يتعلق بالاتجاه السعري المتعلق بسهم قامكو. السهم حتى الآن لم يقم بالتوزيع بالتأكيد، الآن عملية التسعير بناء على مستوى العائد ليست قائمة، فقد نجد عليه عملات مضاربية خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك لا يمكن أن يجعلنا نغفل أنها شركة بكل تأكيد لديها استدامة قوية على مستوى الربحية. كما تحدثنا هي شركة تصدر جميع ما تنتج، لديها عقود طويلة الأمد في على تصدير الألمنيوم، وهو سلعة مطلوبة جدا على مستوى الأسواق العالمية. بالتأكيد الآن أتمنى ألا يكون يعني البعض يعني يكون هناك لديه جزع أو عملية بيع غير مبررة للسهم، لأنه إذا ما نظرناه على المستوى الأساسي فهو سهم جيد ولديه ربحية جيدة متوقعة إن شاء الله. وقعت قطر للبترول مشاهدي الكرام اتفاقية مع شركة إني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30% من امتياز الاستكشاف البحري، وهذا طبعا يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. وبعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية في المملكة المغربية ستكون حصص المشاركة في امتياز الاستكشاف في طرفاية موزعة بواقع 45% لشركة إني المشغل و30% لقطر البترول و25% للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي. وقعت شركة اسمنت الخليج اتفاقية مع شركة قطر للبترول لمدة 3 سنوات من أجل توريد اسمنت أبار النفط، وذلك ضمن برنامج توطين للخدمات والصناعات في قطاع الطاقة الذي دشنته قطر للبترول الشهر الماضي. ويهدف برنامج توطين إلى تحسين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة من خلال إعادة تركيزها على المنتجات والخدمات التي يتم تصنيعها في قطر، إلى جانب توفير بدائل محلية للاستيراد بما لا يقل عن 8 مليارات ريال سنوياً. وقعت وزارة المواصلات والاتصالات عقد مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية بالشراكة مع شركة MSI Global السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، وذلك لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في الدولة. سيهيئ النظام آلية واحدة لإصدار تذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية. سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 107 نقاط وثلث النقطة المئوية خلال شهر فبراير الماضي، بارتفاع شهري نسبته نحو 20 نقطة مئوية وانخفاض سنوي بأكثر من 1.5%. بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أظهرت أن الارتفاع الشهري لهذا المؤشر الذي يقيس التضخم جاء محصلة للزيادة في 4 مجموعات وثبات الرقم في 6 أخرى وانخفاض الأسعار في مجموعتين فقط. أعلنت هيئة المناطق الحرة عن بدء التقديم للشركات الراغبة في فتح أنشطتها في ميناء مرسى في المنطقة الحرة أم الحول، حيث يتميز ميناء مرسى بقربه من ميناء حمد، وقد تم تصميمه كمنظومة متكاملة للصناعات البحرية المدعومة بمرافق متعددة بما يدعم أنشطة السفن والبارجات البحرية بالإضافة إلى الأنشطة البحرية الأخرى. أيضا مشاهدي الكرام، قامت شركة قطر الإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي للربع الأول من العام الجاري، حيث قامت بتسجيلها في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل 3 أشهر
وتسعة أشهر بقيم 300 مليون ريال. واستعرضت الشركة أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات. تستمر فعاليات النسخة السادسة من معرض قطر الدولي للقوارب إلى غاية 16 من الشهر الجاري، والذي يقام في لؤلؤة قطر بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية بهدف إبراز أفضل أنواع الفنون في عالم القوارب وأحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال. لا تنفصل قطر عن البحر الذي يعد جزءا لا يتجزأ من طبيعتها، فها هي اليوم تستقبل على ضفاف جزيرة اللؤلؤة النسخة السادسة لمعرض قطر الدولي للقوارب بمشاركة أكثر من 30 قارباً ويختاً فاخراً حملوا أسماء معروفة في الصناعة البحرية المحلية والدولية. أفضل أنواع الفنون في عالم اليخوت والقوارب شاركت بتقديمها عدة دول تشمل كلاً من دولة قطر وألمانيا وبريطانيا والباكستان وتركيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودولة الكويت. إحنا مهمتنا توفير المكان المناسب لإقامة المعرض، توفير وتهيئة المكان لإقامة المعرض. طبعا المنظمين ما قصروا وجهودهم صراحة جبارة كانت على أساس يقيمون المعرض هذا، والحمد لله المعرض لقى إقبال شديد من قبل العارضين ومن قبل المشاركين والجمهور. مشاركتنا اليوم كإدارة أمن السواحل والحدود دعما للصناعة القطرية، وطبعا احنا مشاركين في النسخه السادسه حق معرض قطر الزوارق، وشاركنا في عده انواع من الطريد من صناعه الاداره، بعض منها دوريه اعتراض واسعاف بحري ودوريات ثابته. تعتبر هذه النسخه ذراعا قويه في دعم وتعزيز السياحه في دوله قطر، حيث ركزت هذا العام على الصناعه المحليه التي تعرض نماذج جديدة من القوارب القطرية بجودة عالمية ومواصفات تكنولوجية وفنية متطورة في مجال القوارب واليخوت. ما شاء الله الشركة تقريبا أكثر من 15 سنة شغالة في مجال القوارب البحرية، وسنة عن سنة الحمد لله يزيد الإنتاج من ناحية القوارب، وفي نفس الوقت يعني جاهزية القوارب للبحار في شتى المجالات. يعني دخلنا في مجال من 3 سنين نصنع اسعافات قوارب يعني وصدرناها للخارج، عندنا اوردرات في سيشل وصدرنا للمالديف والهند ان شاء الله عمن قريب ان شاء الله. المعرض يعكس اسلوب الحياة البحرية من متعة وتشويق، ويرحب بالمهتمين وهواة البحر الذي يدفعهم الحماس إلى استكشاف عالم اليخوت والإبحار والصيد وغيرها من خيارات الرياضات والهوايات البحرية. نعود مشاهدي الكرام إلى إعلان هيئة مناطق الحرة عن بدء التقديم للشركات الراغبة في فتح أنشطتها في ميناء مرسى في المنطقة الحرة في أم الحول. نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو تأسيس صناعة بحرية متميزة، حيث تم الإعلان عن بدء التقديم للشركات الراغبة في فتح أنشطتها في ميناء مرسى بالمنطقة الحرة أم الحول التي تبعد عن وسط الدوحة حوالي 20 دقيقة، حيث يتميز مرسى بقربه من ميناء حمد. ويبلغ طول الممر البحري في الميناء كيلومتر و600 متر وعرضه 500 متر، ويبلغ طول الكلي لرصيف مرسى حوالي 3 كيلومترات. ويتمتع الميناء بوجود معدات مخصصة لرفع بواخر بطول 70 مترا تقريبا. وقد تم تجهيز الميناء ليقدم سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمة البحرية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بناء وصيانة السفن والتصميم الداخلي والتجهيزات وتوفير إمدادات السفن والتدريب على السلامة ووساطة السفن والبحوث البحرية. كما يمكن لجميع الشركات في قطر وحول العالم تقديم طلباتها الآن لتمارس أنشطتها البحرية في المنطقة.
يذكر أن القطاع البحري في البلاد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 16% في عدد السفن المستخدمة العام الماضي، ومن هذا المنطلق تفخر المناطق الحرة لأن تكون داعمة لهذه الصناعة المتنامية والنابعة من الثقافة والموروث المحلي، والتي ازداد الاهتمام بها كثيراً محلياً ودولياً. محمد، بالعودة إلى خبر توقيع وزارة المواصلات اتفاقية مع أحد الشركات الماليزية لترسية موضوع التذاكر قطاع النقل في قطر عليها، ماذا نفهم من هذا الخبر؟ أعتقد كنا حضرنا أمس المؤتمر الصحفي وتحدثنا يمكن بعد المؤتمر بشكل مطول وتفصيلي مع السيد راشد النابت وكيل الوزارة. يمكن أعتقد أنه هو خبر إيجابي ويعني مفرح للجميع. لماذا الآن أصبح وفق هذا النظام الجديد مثل ما تذهب إلى أوروبا أو بعض الدول مثل سنغافورة نفسها اللي هي تنتمي لها الشركة، تحالفت مع شركة جي بي ام لإنتاج هذا النظام نفسه، الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية أو عبر التذكرة الموحدة سيكون بإمكانك استخدام الريل وتاكسي كارو نفسه وأتوبيسات النقل العام وحتى الأتوبيس أو التاكسي النهري أو البحري المزمع إطلاقه قريبا إن شاء الله على كورنيش الدوحة، وحتى إضافة إلى ذلك مواقف السيارات في البارك الخاص بالريل نفسه. فالآن هو نظام متطور بشكل كبير، وسيكون يعني كما تحدث السيد وكيل الوزارة عن أنه أولاً الأسعار في المتناول بشكل كبير، شرائح سيكون هناك باقات وأمور، لكن يعني تحدث أنه يعني الأمر مبكر الآن الحديث عنها، سيكون في مراحل متقدمة إن شاء الله من إطلاق النظام. الأمر المهم كما أسلفت أنه حتى عن طريق الساعات الذكية، عن طريق جميع التطبيقات الذكية وجميع الأجهزة الذكية يمكنك استخدام هذه الأنظمة، وبالإضافة ذلك حتى التذاكر التقليدية، لأنه البعض قد لا يعني يحبذ استخدام أو لا يعرف استخدام مثلا التطبيقات الذكية، فسيكون هناك تذاكر ورقية. وحتى أمر آخر متطور وجيد، أنه من خلال تلك الباقات يمكنك حتى التسوق داخل مثلا الريل، المحلات أو بشكل خاص داخل الريل نفسها سيكون من خلال هذا التطبيق. أعتقد أنه نظام متطور بشكل كبير. الشركة التي تقوم بتنفيذ شركة قطرية هي جي بي ام، تحالفها مع شركة عالمية، شركة سنغافورية عالمية متخصصة في هذه الأنظمة، فأعتقد أنه والإطلاق إن شاء الله خلال 2020، وسيتماشى هذا الإطلاق بكل تأكيد مع تدشين الريل نفسه وبدء تشغيل محطاته. منظومة الآن متكاملة للنقل العام في الدولة، أصبح يمكنك عبر نظام واحد سواء استقلال التاكسي المائي أو التاكسي حتى نفسه الخاص بكروة، النقل العام، الريل، استخدام المواقف، جميع تلك الأمور ستكون مربوطة عبر نظام واحد وبقيمة جيدة. وأعتقد أنها أولا تساهم عملية تخفيف الزحام بعض الشيء داخل الدولة، والأمر الآخر هو تباني نمط حياة صحي بعض الشيء. يعني جماعة نعرف أنه يعني عبر استخدام هذه الوسائل نفسها للنقل سيكون هناك يعني مزيد من المشي أو التحرك بعض الشيء. طيب، فننتظر إن شاء الله مزيد من يعني الأمور تتضح حول هذا النظام، أعتقد الإيجابي بشكل كبير. نشكرك جزيل الشكر سيد محمد السقا، صحفي بجريدة لوسيل القطرية. شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، متواصلين وإياكم إن شاء الله في تغطياتنا الاقتصادية. نلقاكم مرة أخرى الواحدة بتوقيت الدوحة ونشرة اقتصادية فيها إغلاقات البورصة القطرية بإذن الله. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.